لاموس بالفريز. اييه نختموا بها لانه مابقاش لنا الوقت. اييه واخا الحلو ان شاء الله. ربعات ابيض البيض، عندنا 200 غرام ديال القشده الطريه، عندنا نص كيلو نتاع الفريز يكون طايب مقطع رقيق، يكون يعني احمر داك الاحمر اللي طايب. اييه عندنا واحد المعلقه ديال عصير الحمض، عندنا ربعه ديال السنيده، نعاود عندنا ربعه ابيض البيض، عندنا 200 غرام ديال القشده الطريه، عندنا نص كيلو نتاع الفريز يكون طايب مقطع رقيق، عندنا واحد المعلقه عصير الحمض، عندنا ربعه ديال السنيده. الطريقه كنطلعوا ابيض البيض مع ثلاثه المعالق ديال السنيده على شكل مغنى، وكنطلعوا القشده الطريه حتى هي على شكل شونتيي مع ثلاثه المعالق ديال السنيده، وكنطحنوا الفريز مع الحمض كاس لاروز سنيده حتى كنحصلوا على كولي ديال الفريز. اييه كنخلطوا جميع العناصر شويه بشويه، كنديروا ديك العمليه من التحت فوق بشكل دائري، وكندخلوها الثلاجه حتى كيبرد مزيان، وكنقدموا في الكؤوس. اييه ديسير سهل وخفيف، الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك اللهم ملكه، كنشكرك بزاف بزاف على هاد الاقتراحات وعلى هاد الاسبوع اللي شاركتي به معنا بهاد الاقتراحات، تبارك الله عليك، يعني حويجات ساهلين وبساط وفي متناول جميع السيدات. نتمنى على انكم تكونوا يعني سجلتوا معنا هاد الاقتراحات ان شاء الله، وفرصه على انه لا كانت عندكم اي طلب بغيتوه